مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق ديال نزار 54 سنة اللي كتمنى أنه تأخذ ورد ديالها، الجديد في الموضوع أول ظهور الإبنة ديالها، وبإلحاح اللي ربطت الاتصال بليلى وقالت لي أنا فرحانة وبغيت ندوز ونشكر المغاربة ونشكركم. تبعوا معايا أختي، أنت هي البنية ديال نزار. إيه أنا هي ديال. كيفاش شفتي الملف الأول وفي نفس الوقت تفاعل المغاربة معكم؟ وجهتوا النداء ليلى وجهتوا الأستاذة زين كذلك، تفاعلوا معكم، رأيك؟ صراحة أنا فرحانة بزاف على التفاعل ديال المغاربة، خوتنا أحبابنا، كنشكرهم بزاف من هذا المنبر، وكنشكر الأستاذة ليلى والأستاذة زينب وسي يوسف، حتى كنشكرك بزاف بزاف. يعني بلا بكم نتوما راه حنا ما نقدروا نديروا والو، كنحسوا براسنا بحال حنا في الظلمه، ما عارفين فين نمشيو فين نجيو، ولكن الحمد لله ربي كبير وكنشكركم بزاف بزاف، وبلا بكم نتوما ما نقدروا نديروا حتى شي حاجه. انا غنسولك سؤال واحد، المغاربه تبعوا القصه، سمعوا الموضوع. السؤال اللي عندي كيتعلق هو كيفاش كانت علاقتك انت بخوالك اللي هما بطبيعه الحال كان موضوع النقاش مع الام. هي صرحات في الفيديو الاخير، كانت واحد الحلقه مفرغه، انه شنو هو الشنآن اللي عندها مع خوتها حتى قدروا يقصيوها من الورد ديالهم. في الاخر جاوبت انه العلاقه ديالها بالاب ديالك حب كبير اللي نتجتهم بطبيعه الحال باذن الله تعالى انت وخوك. يعني انت كيفاش كانت علاقتك بالخوال ديالك؟ انت كبرتي ما دخلتيش معهم في الموضوع، ما ناقشتيش معهم هادشي؟ صراحة سي يوسف أنا ما لحد الآن مازال ما عارفاش شنو هو السبب علاش الخلافات، اللي منين كنا حنا صغار عاد الله حنا كبار، ما كاينش داك الحب، ما كاينش داك القرب ما بين العائلة، لدرجة حنا كنعيدوا راسنا، ما عمرهم دقوا علينا الباب ولا قالوا لنا شنو خاصكم. اش غنقول لك؟ الله يسمح لهم وصافي، هذا الشيء اللي كاين. انت ما حاولتيش تدخلي في هذا الباب انه زعما يصلحوا الامور مع الام، يشوفوا مع داكشي اللي كتاخذ حتى في الحق ديالها وهذا؟ الصراحه انا حاولت انني نتدخل، ولكن نتدخلت قالوا لي بان شنو كنيتك انت، يعني كنيتك بعيده على كنيه ديالنا حنايا، ما تدخليش من هذا الشيء كامل، يعني بقاي بعيده. انا بقى فيا الحال حسيت بالحقره، يعني انا قلت لهم اول شيء انا هدر الام ديالي، فهمتي؟ يعني من حقي انا نهضر عليها. قالوا لي لا، انت ماشي من حقك انك تهضري، والقمع والسب والقذف، يعني ما كاين حتى شي حوار بيننا وبينهم. الان نتوما في ايادي امينه، استاذه ليلى تتبع ديالها، وكذلك استاذه زينب اللي غيشوفوا المسار ديال الملف ديالكم من اجل تاخذوا الحق ديالكم بطبيعه الحال بالقانون. رايك؟ انا الصراحه فرحانه بزاف ان الحق ديالنا راه غادي ترجع لينا، حيت الحمد لله ربي سبحانه وتعالى حل الشرع عطاه لينا، والقانون ان شاء الله غادي يعطينا حقنا، والوالده ديالي ما غاديش تضيع، وكنتمنى من الله ان يخرج هذا الشيء بخير وعلى خير، وحنا ما بغيناش معهم المشاكل، وحنا كنطلبوا غير بالحق ديالنا لا اقل ولا اكثر. الله يوفقكم يا ربي. شكرا لك مشاهدينا الكرام، غادي نشوفوا مع الاستاذه ليلى الشابه الابنه ديالها، جات لعندك وهي الحمد لله منشرحة الصدر فرحانة، كيفاش شفتي الموضوع؟ السلام عليكم. اولا انا كنشكرها لانه بينت على واحد الثقه كبيره فيا انا وفي السيده في الاستاذه زينب خيار، وانها بغات باش فعلا داك الحمل تحيدوا عليها وتحطوا علينا، لان حست راسها ان دابا اللي كنقولوا بالدارجه كتافه سخنه، لانهم اللي حست ناس ديال القانون، ان كانت كتواجه واحد الناس اللي هما الاحباب ديالها اخوالها اللي عندهم واحد المستوى مادي عالي وهادي، وكيتعناو انهم ما يخليوهاش توصل الحق ديالها. وانا تنقول لهم من هذا المر بهذا الشيء راه غلط، لانهم ملي كيكون شي واحد باغي يطلب شي حاجه راه كيوصل ليها، ولا طلبها بالطرق القانونيه السليمه غادي يوصل ليها. وهاد الناس هادو حيت جاو عندنا ما كاين حتى شي حاجه اللي غتمنعهم انهم ياخذوا الحق ديالهم، بالعكس راه دابا هادو اللي واخدين بطرق غير قانونيه راه هما اللي في المشكل، راه هما دابا اللي نقدروا نوصلوا معاهم في جناح، نقدروا نوصلوهم في جنايات نقصروا، لان هذا الشيء المساله ديال المال راه كيدخل فيها النصب، وكيدخل فيها انك منعتي واحد من الارض ديالو، انك تصرفتي في المال المتروك بسوء النيه، انك تصرفتي على الشياع، انك راه كاين بزاف ما كيعرفوش بانك الا بقيتي كتستغل واحد الملك على الشياع ولا شي حاجه اللي ما ديالكش بوحدك راه انت كتقترف واحد الجنايات، واحد الجناح راه كتقترفهم. فبالتالي حنايا جاو
عندنا ووضحنا لهم القانون ووضحنا لهم مساطير، لكن حنايا ما كنبغيوش نبداو بالتفرق ديال العائلة والشنآن والنقاشات وهذه، كنمشيو في توجه ديال الصلح. داكشي علاش حنايا راه من هذا المنبر كنقترحوا عليهم الصلح، وغادي نعطيهم واحد الاجل ومن بعد غنصيفطوا لهم انذارات على اساس الصلح. عادي الا ما استجبوش لينا في الانذار على اساس الصلح، هذيك الساعه غنمشيو معاهم في المساطر الجنائيه والجنحيه. يعني القاعده الاولى يكون طراء المشروع بين الاطراف. نعم. بما يرضي الله. نعم. والقانون بالتوافق، لانني اصلا انا المكتب ديالي هو اصلا مكتب من اجل الصلح. احنا اول حاجه تعلمناها في الاستشاره القانونيه هي الصلح والتدخل المحايد، ماشي كنجيو من هذا ولا كنجيو من هذا. هادو كاين بحال واحد المكاتب سميتهم ليفالياسيون نوتر في دول الخارج واللي ما كايناش في المغرب، ولكن حنا كنحاولوا نرسخوا هذه الثقافه هذه باش واحد ما يبقاش غير يبقى يخلق المشاكل والنزاع باش تكثر الملفات. راه كاين الناس اللي كيمكن لها تحل النزاعات ما بين بعض الافراد ديال الاسر غير بطرق الحبيه، ولكن توريهم ما عليهم وما اليهم. فحنايا الناس عطاونا وثائق، الناس عندهم على صواب، عندهم الحق، وارثين شرعيين، جابوا لنا إرثة صحيحه. عاد غنمشيو ما غنبغيوش نمشيو معاهم حنا في التزويرات وفي الوثائق وفي البطاقه الوطنيه كتقول حتى هي الصلاحيه وهادشي، لان داكشي خطير. حنا غنفضلوا نتغاضوا النظر على هذا الجانب هذا اللي وقع، واننا نجلسوا معاهم يتصالحوا مع هاد الناس ويعطيوهم حقهم، وما ضاع حق المرء اي طالب. والسيده نزهه ان شاء الله غتاخذ الحق ديالها، ومن حق وليداتها حتى هما ياخذوا حقهم باش انها تدير واحد الحانوت يمكن تستافد منه اولادي اولا تداوى بها بالمال ديالها. ولحد الان دابا هما راه كيرتكبوا خروقات، لان هاد الاموال خاصها تكون مودعه بصندوق المحكمه، لان هي ما ديال هذا ما ديال هذا ما ديال هذا، ديالهم كاملين. ملي كتكون ديال كلشي كامل خاصها النزاهه، اما تسلم عن مفوض قضائي للشخص بيديه، اما تودع بصندوق المحكمه باش الواحد ياخذ حقه. ما مشاش في هذا التوجه راه غادي يكونوا يعني المساله غتولي خطيره شويه. شكرا لك بزاف مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا نزهه 54 سنه والوليدات ديالها، هذه بنتها وولدها كذلك بين ايادي امينه. الهدف الاسمى والارقى في الموضوع بالنسبه لليلى وزينب انه يتم الصلح، وهذا شيء تنتمناوه. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.